هذه أجمل تحية أعزائي متابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. أقدم التوقعات الأسبوعية للأبراج ابتداء من هذا اليوم السبت المصادف 18 من شهر حزيران يونيو إلى الجمعة القادمة 24 من نفس الشهر. الصدارة لهذا الأسبوع إلى مولد برج السرطان مع ارتفاع إلى كل من الجدي، العقرب والعذراء، وانخفاض إلى مولد كل من الميزان، الحوت والأسد. في بداية الأسبوع سنشهد ارتفاع لمولد برج القوس، وفي وسط الأسبوع انخفاض بالنسبة لمولد برج الجوزاء مع ارتفاع لمواليد برج الحمل، وفي نهاية الأسبوع سنشهد انخفاض بالنسبة لمولد برج الثور مع ارتفاع لمواليد برج الدلو. أهم الأحداث الفلكية لهذا الأسبوع هو انتقال كوكب فينوس الزهرة من الجوزاء الهوائية إلى مجموعة السرطان المائية ابتداء من يوم السبت 18 من هذا الشهر، إضافة إلى انتقال أشعة الشمس من مجموعة الجوزاء الهوائية إلى مجموعة السرطان المائية يوم الاثنين القادم المصادف 20 من شهر حزيران يونيو. وبذلك يمر مولد برج الجوزاء بفترتي خلو مسار، الأولى تستمر إلى مساء الأحد والثانية تستمر إلى مساء الثلاثاء. الحمل يستنشق الصعداء، الثور تزداد مصاريفه، أما الجوزاء فمتعكر المزاج، السرطان قمة في النشاط والحيوية، الأسد يصاب بالصدمة، العذراء يستعيد عافيته، الميزان يخطط مع الحبيب، والعقرب لديه مفاجأة، أما القوس فنحو التفاتة عاطفية موفقة. مولود الجدي يرتاح نفسيا، والدلو يشعر بالسعادة، أما مولود برج الحوت فيصاب بخيبة أمل. مولود برج طائر العقعق الهندي لديه انتقالة بالمكان، ومولود الأرنب الصيني محبط، ومولود برج شجرة الدردار عليه الاهتمام بصحته.